مالي ولعوا في البيوت. انتوا الخسائر عندكم انت. الخسائر عندنا كتير. ذهب خدوه. انا متجوز واخويا متجوز. هو مين اخوك؟ اخويا ده يسر متجوز. ماشي. دي ذهب اتاخد وانا ذهب اتاخد. الادوات اللي في البيت كلها اتاخدت. اوض نوم ولعوا فيها. حاجات كتير ولعوا فيها. تلاجات ما خلوهاش. تلفزيونات ما خلوهاش. ما خلوش اي حاجه في البيوت. الامن بيتكلم بيقول ان الحاجات ديت سطحيه. طب سطحية ازاي؟ مدير الامن بيثبت ان مفيش ولا اصابة مسيحي. طب فين البنت اللي رماها من فوق؟ دي رمت نفسها؟ الناس اللي عنده كسر في الجمجمة واللي بين الموت والحياة دي رمت نفسها موتت نفسها؟ ضربت نفسها؟ Thank you.